أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض الناس اختلاف العلماء رحمة، فهل هذه المقولة صحيحة؟ الاختلاف ما فيه رحمة، الاختلاف عذاب، الفرقة عذاب، والرحمة في الاتفاق والاجتماع. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني فلم يختلفوا، الذين رحمهم الله لم يختلفوا، فالاختلاف مذموم. ولكن الاجتهاد إذا كان الاختلاف اختلاف اجتهاد فهذا ينظر ما قام عليه الدليل ويؤخذ به، ويترك ما خالف الدليل.